السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية. نبدأ معاكم إن شاء الله أولى حلقات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول علوم. إن شاء الله نبدأ نشرح المنهج عندنا هوت، وعاوزين ندخل على تطبيق العبقري عشان تبدأوا تحلوا معايا الأسئلة. في أسئلة تبقى موجودة على تطبيق العبقري إن شاء الله، تدخلوا عليه موجود في الوصف علشان تتابعوا حل الأسئلة ونتابع تصحيحها إن شاء الله مباشرة عشان نشوف فهمنا الدرس ولا لا. بنبدأ منهج الصف الثاني الإعدادي. المنهج عندنا الترم الأول الوحدة الأولانية دورية العناصر وخواصها، فيه ثلاث دروس أو أربع دروس محاولات التصنيف العناصر، اللي هي العناصر اللي احنا درسناها في سنة أولى إعدادي، والعناصر اللي هنسمع عنها كلها ليه حطناها في جدول، تدرج خواص العناصر في الجدول الدور الحديث، المجموعة الرئيسية بالجدول الدور الحديث، ثم الدرس الرابع المية والتحليل الكهربي للماء وفي جهاز اسمه فولتاميتر هوفمان. الكلام ده في الوحدة الأولى. يبقى الوحدة الأولى تقريبا واخدة تلت المنهج، أكتر من تلت المنهج كمان، تقريبا نص المنهج. الوحدة الثانية الغلاف الجوي وحماية كوكب الأرض. الدرس الأولاني طبقات الغلاف الجوي وبنعملها وبنرسمها على السبورة كده أربع طبقات. الدرس الثاني تآكل طبقة الأوزون اللي حيرت العلماء الفترة اللي فاتت وارتفاع درجة حرارة الإيه؟ الأرض. الوحدة الثالثة الحفريات بقايا الكائنات الحية وحماية الأنواع من الانقراض، إزاي نحافظ على الكائنات الحية، مش حيوان بس، أي حاجة، نبات، حيوان، كائنات موجودة من الحاجات اللي يعني كانت عايزة تنتهي وتنقرض. طبعا في حاجة حتى انقرضت زي الديناصور، خلاص لم يتلائم مع البيئة، في أسباب بقى كتيرة. الدرس الأول هنتكلم عن الحفريات، الكلام ده في الوحدة الثالثة إن شاء الله. الدرس الثاني إيه؟ الانقراض. طبعا ان شاء الله الحلقات دي هنمشي فيها بالترتيب باذن الله، خلاص جزئيه جزئيه، وهنعمل اسئله، وفي اسئله هتلاقوها زي ما قلت لكم في التطبيق العبقري ان شاء الله، ده ندخل عليها ونشوف الاسئله اللي هحطها لكم وتبداوا تحلوها عشان نشوف احنا فهمنا الدرس ولا لا. ما تنسوش الاشتراك في القناه، خلاص، وكلمه الاشتراك يا جماعه تلات ارباع الناس بتفكر اشتراك يعني هتدفع فلوس، اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. في بعض ناس مش عارفة القناة وبتدخل على اي فيديو بتشوف فيه شوية تقوم قافلاه. قناة فيها محتوى كثير في العلوم، محتوى كثير في الكيمياء والفيزياء والاحياء، وفي محتوى موجود في اللغات. ندخل نعمل الاشتراك، نضغط على الجرس، خلاص، ونضغط على الاشتراك ان شاء الله ونعمل لايك. اللايك ده طبعا بيعمل انتشار للقناة، ونحاول بقدر الامكان نعرف زمايلنا ونشارك القناة والمواضيع اللي احنا بنعملها لزمايلنا عشان كلنا نستفيد وعشان نستمر. لان اي فيديو بلاقي مشاهداته مش كويسة واللايقات مش كويسة طبعا بكنسل هذه المرحلة وببدأ مراحل تانية عشان انتشار القناة. معلش نساعد بعضنا كلنا كده ان شاء الله، وعشان يبقى فيه شغل حلو على اليوتيوب. بنبدأ إن شاء الله أول وحدة. الوحدة الأولانية بتقول إيه؟ دورية العناصر، دورية العناصر وخواصها. نبدأ نفكر كده مع بعض. أول حاجة أو أول درس بيقول لي محاولات التصنيف، يبقى الدرس الأولاني بالترتيب خالص أهو، الدرس رقم واحد بيقول لي محاولات تصنيف العناصر. محاولات تصنيف العناصر، ليه صنفوا العناصر في جدول؟ زي ما خدنا في اولى اعدادي السنه اللي فاتت، طبعا ما خدناش الوحده الثالثه، خلاص، لا كنا خدناها، ما كانش فيه حظر ولا فيه اي حاجه، كان في الترم الاول خدنا تصنيف الكائنات الحيه. ليه صنفنا الكائنات الحيه في اولى اعدادي في الترم الاول السنه اللي فاتت؟ ليه صنفناها؟ لسهولة التعرف عليها ولسهولة التعرف على ايه؟ خواصها. يبقى لما اجي اقول ليه بنصنف كائنات حية، حطينا الجمال مع بعضها، القطط مع بعضها، خدنا الكلام ده في اولى السنة اللي فاتت،
ليه بنصنف بقى العناصر اللي احنا درسناها في جدول؟ لنفس السبب. يبقى اول كلمة هنقولها في المحاولات، خلاص، علل، والسؤال ده مشهور جدا في الامتحانات بالمناسبة، تصنيف العناصر في جدول. علل تصنيف العناصر في جدول. ليه صنفوا العناصر في جدول؟ لسببين، خلاص. اولا لسهولة التعرف عليها. لسهولة التعرف عليها، يبقى رقم واحد لسهولة التعرف على العناصر عليها. نمرة اتنين لسهولة التعرف على خواصها، يعني فلز ولا لا فلز، يعني أحادية التكافؤ ولا ثنائية التكافؤ. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، وخدنا التكافؤ السنة اللي فاتت وعرفنا ان في عناصر أحادية التكافؤ، عناصر ثنائية ايه؟ التكافؤ. طيب، أول من حاول تصنيف العناصر، أول من صنف العناصر في جدول، يا ترى مين؟ العالم مندليف. يبقى العالم مندليف، يبقى أول من صنف العناصر في جدول العالم مندليف. العالم مندليف في عصره كان في 67 عنصر فقط. يبقى الوقت هنا 67 عنصر في عصر مين؟ العالم مندليف، واشتغل عليهم. طيب، عدد العناصر حاليا، عدد العناصر حاليا كام؟ حاليا 118 عنصر، اخر كلام، خلاص، 118 ايه؟ عنصر. طيب، ايه موضوع التصنيف؟ احنا هنجيب ابسط عنصر عندنا شبهنا منه السنة اللي فاتت، صوديوم 11-23. اتفقنا ان فيه هنا العدد الذري، الرقم اللي تحت، يعني ايه عدد ذري؟ برضو ما نتفكرنا يا مستر، احنا مش فاكرين حاجة. ايه هو العدد الذري؟ هو عدد البروتونات الموجبة داخل النواة. يعني نفكر نفسنا كده بالظبط، لو ذرة العنصر ديت حبينا نعملها كذرة، نفسرها يعني، هنلاقي النواة جواتها جوه وفي مستويات طاقة السبعة اللي احنا عارفينها، خلاص، هنا هو زائد 11 بروتون، هو ده العدد الذري، ويقابله خارج النواة في مستويات الطاقة سالب 11 ايه؟ الكترون. ولذلك لو انتوا فاكرين الذرة متعادلة ايه؟ كهربيا. شوفهم، الذرة متعادلة كهربيا معانا لغاية تالتة ثانوي في الكيمياء، يعني في اولى ثانوي علينا الذرة متعادلة كهربيا. ليه؟ لان عدد البروتونات الموجبة داخل النواة بتساوي عدد الالكترونات السالبة ايه؟ حول النواة. يا ريت نركز في السؤال ده. يبقى في سؤال هنا اهو، ما نسيبوش ومعانا على طول، ها، علل الذرة متعادلة كهربيا، وجي السنة اللي فاتت في معظم المحافظات في اولى اعدادي. ليه الذرة متعادلة كهربيا؟ ليه؟ هنتظر منكم اجابته برضو، انا اقوله شافه بس هنا. يبقى الذرة متعادلة كهربيا ليه؟ لان عدد البروتونات الموجبة، ها، دي شحنتها داخل النواة، دي مكانها، بيساوي عدد الالكترونات السالبة، دي شحنتها، ها، خارج النواة. يبقى في الحالة دهيت ايه؟ دي الذرة متعادلة كهربيا. طيب، ما تكمل لي بقى بقية الذرة، انا عاوز اقول ايه؟ في حاجة اسمها نيوترونات، فاكرينها برضو من السنة اللي فاتت اهو، ما عشان نفهم بس، موجب وتحتها ايه؟ سالب. طيب، يبقى موجب وسالب هيبقى كام؟ 12 نيوترون، 12 ايه؟ نيوترون. يبقى انا هنا في الحالة ديت مثلت الذرة المجسم بتاعها. يبقى ذرة الصوديوم، اي ذرة تجيلي العدد الذري اللي تحت هو عدد البروتون، هو عدد ايه؟ الالكترون. لما اطرح 11 من 23 هتبقى 12، ده عدد ايه؟ النيوترونات. طب الرقم اللي فوق ده ايه يا مستر؟ ده اسمه العدد الكتلي، خدناه السنة اللي فاتت ومعانا لغاية تالتة ثانوي. بين قوسين تقريبا الوزن ايه؟ الذري. تاني، الوزن الذري او العدد ايه؟ الكتلي. ماس نمبر، ماس نمبر، ده اتومك ايه؟ نمبر، لغات. طيب، عاوزين نتكلم في ايه بقى؟ عايزين نتكلم في الاتي. ايه اللي مطلوب؟ ايه مطلوب مني؟ العالم المندليف اشتغل ازاي؟ صنف العناصر ازاي؟
العالم مندليف اشتغل على الرقم اللي فوق اللي هو الوزن الذري. يبقى اما اساله ما الاساس، اساله ما الاساس العلمي لجدول مندليف، تنظمت نفسك ازاي يا مندليف، اشتغلت ازاي، هيرد عليا هيقول لي ترتيب، ترتيب العناصر تصاعديا حسب الزيادة في الأوزان الذرية، ودي تحتها 50 خط، 50 خط لأن الراجل اشتغل بتلقائية على الرقم اللي فوق، لم يكن يعلم ان في حاجة هتطلع جديدة اسمها ايه، النظائر. لو في حاجة ظهرت اسمها النظائر والنظائر ديت اللي خلت الجدول، يعني نقول له كتر خيرك انت كفاية شرف المحاولة خلاص، ولكن ما عادش ينفع الجدول بتاعك يا مندليف. ليه يا استاذ؟ بصوا كده، الراجل ماشي بالترتيب. يعني ايه بالترتيب؟ يعني 22 بعدها 23 بعدها 24. انت بتعمل ايه يا استاذ؟ هقول لك بعمل ايه وهقول لك بعمل ايه. الارقام اللي فوق ديت الراجل قاعد يمسك العناصر المتاحه اللي هم 67 وبدا يوزن العنصر ويجيب الوزن الذري بتاعه، ده عنصر وده العنصر اللي بعديه. ما بعد ال 22 كام؟ 23. بعد 23 كام؟ 24، وهكذا. الراجل رتب العناصر خلاص هذا الترتيب، ها وقلنا ترتيب ايه؟ تصاعدي حسب الزيادة فين؟ في الأوزان الذرية خلاص، وحصل على جوائز ورتب العناصر وكانت مفاجآت كويسة بالنسبة له، أو يعني حاجات كويسة مشت في عصره. ولكن ظهور حاجة اسمها، افهموا التدرج في الكلام، حاجة اسمها النظائر، ده ندرسها بالتفصيل في ايه؟ أولى ثانوي كيمياء. وعلينا نبذة صغيرة بس في ايه؟ في تانية اعدادي. ايه هي النظائر؟ ده علم حديث. يعني ايه برضو؟ بصوا كده، وجود العنصر الواحد، انت ما عادش عندك الا الصوديوم، هو ده اللي انت حافظه، ده اسهل عنصر بنشتغل عليه. ركزوا كده، صوديوم العدد الذري بتاعه ايه؟ 11. العلم الحديث اثبت ان الصوديوم، مش كده بس زي ما انا عامله هنا، صوديوم اتضح ان في صوديوم 22، في صوديوم 23، في صوديوم 24. يا ريت توصل الفكره اللي عاوز اوصلها. تاني، شوف انا اخترت لكم اوزان ذريه مهمه جدا عشان اثبت لكم عليها النظائر. ايه هي النظائر؟ وجود العنصر واحد في اكثر من صوره، ها يتفق في مين؟ في العدد اللي تحت اللي هو العدد الذري. ويختلف في مين؟ في الوزن الذري. ازاي يا استاذ؟ معلش، اي طالب واي طالبه في تانية اعدادي، في ثالثه اعدادي، في ثانويه عامه، الطالب او الطالبه شخص واحد، شخص ايه؟ واحد. ولكن انا عارفه او عارفها طالبه عندي خلاص، او طالب عندي. الطالب ده بلغة المذكر بقى قابلني مرة، هو اسمه محمد، ها، ورقم البطاقة بتاعته 11، ما فيش رقم 11 في البطاقة، اعتبروا دي رقم البطاقة، يبقى ده محمد، 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 رقم البطاقة بتاعته ثابتة ما بتتغيرش. يعني مرة مقابلني لابس ترنج راح يلعب كورة، مرة مقابلني بلبس المدرسة، الستايل بتاع المدرسة لبس معين، مرة مقابلني في الشارع رايح درس او رايح اي مشوار بلبس تالت. هو ده في العناصر؟ وجدوها في العناصر. هل دي كانت موجودة ايام مندليف؟ لا، دي اكتشفت بعد مين؟ مندليف. ولذلك وقفت او اوقفت جدول ايه؟ مندليف، لم يعد معمول به في الايه؟ العصر الحديث. ليه؟ اقول النظائر تاني واشوفكم انتوا فهمتها ولا لا، وهسمع منكم تعريفها برضو في الكومنت. وجود العنصر واحد في اكثر من صورة، يتفق في العدد الذري ويختلف في العدد ايه؟ الكتل. طب دي اثرت مع مندليف؟ طبعا. شوفوا مندليف عامل لي رقم 22 ده عنصر،
يعني في كلام مندليف، في كلام مندليف شوف السهم اهو، قال لي ايه؟ ان 22 ايه؟ ده عنصر، ده عنصر اخر، ده عنصر ايه؟ ثالث. يعني ده عنصر واحد، عنصر التاني مختلف تماما في وجهة نظره، وده الصح اللي هو كان عامله صح، ولكن دي اللي بوظت الدنيا، دي اللي اثرت على الجدول، ده اللي خلت الجدول لم يكن، ها ما قعدش، ما قعدناش نطبق عليه كلامنا ولا شغلنا. طب ليه؟ طب ما نفسرها كده شويه تاني. بصوا كده، ال 22 ده عنصر لما زاد، ما احنا قلنا ترتيب تصاعديا حسب الزياده فين؟ في الاوزان الذريه. 22 ده عنصر، 23 زاد واحد يبقى عنصر تاني. لا، اتضح في العلم الحديث ان ال 22 هو هواه ال 23 هو هواه ايه؟ ال 24. يبقى في كلام مندليف دي كانت خانه، ودي خانه لعنصر تاني، ودي خانه لعنصر تالت. شوفوا الحلقه دي لو ما فهمتوش الا الحته ديت يبقى برافو عليكم. بصوا كده، دي خانه ودي خانه، يبقى دي ثلاث خانات. طب شوفوا الجدول الحديث، الثلاثه مع بعض اصبحوا خانه واحده وفي درج واحد، ولكن في كياس او برطمانات. يعني ايه يا استاذ؟ يعني في المعمل بنقول الصوديوم 11 في درج، درج كبير كده. والله اللي بيعمل بحث عايز صوديوم 11 23 اديله البرطمان المكتوب عليه الكلام ده، عاوز صوديوم 11 22 اديله البرطمان ده. خلاص، ها الصوديوم الثالث 11 24 اديله البرطمان بتاع ده. يبقى في الحاله ده هي الدرج مكتوب عليه صوديوم 11 بس، مكتوب العدد الذري بس. وده ودي او الحاله ديت اللي خلت العالم ايه؟ مزلي، العالم اللي جه بعديه. يبقى العالم مزلي، العالم مزلي وضع جدول بعد ده مباشره. بس هنسيب حته هنا لان في جزئيه بنقول مميزات جدول مندليف وفي عيوبه، عيوب جدول مندليف. ويا ريت نركز في الكلمتين اللي هقولهم هنا عشان نفهم وتبقى مرحلة جديدة من الفهم وليس حفظ. العالم مزلي عشان نخلص الجزئية ديت استغل هذا الوضع وبدأ يحط الجدول، الجدول الدوري للعالم مزلي، او بنقولها باختصار جدول ايه؟ مزلي. جدول مزلي قال ايه؟ قلنا له الاساس العلمي بتاعك قال ايه؟ نفس الكلام اللي فوق، ترتيب العناصر تصاعديا حسب الزياده فيه، مكان كلمه اوزان، ها حسب الزياده فين؟ في الاعداد الذريه. ليه يا اولاد؟ لان بعض الصوديوم ايه؟ مغنيسيوم. الكلام ده معروف في ترتيب العناصر، بعديه مغنيسيوم، مغنيسيوم 12، مغنيسيوم 12 بقى ممكن تلاقي 24، ممكن تلاقي 23، ممكن تلاقي 25، ملياش دعوه. بعد المغنيسيوم ايه؟ 13 ألمونيوم. يبقى بعد تغيير العدد الذري بزياده واحد بنبدا عنصر جديد. يبقى ده مغنيسيوم، اه مغنيسيوم، ما عادش صوديوم خلاص. ها ألمونيوم، ألمونيوم. وخدوا بالكم ملحوظه برضو صغيره، شوفوا الوزن الذري بتاع المغنيسيوم مشترك مع مين؟ مع الوزن الذري بتاع مين؟ الصوديوم. ليه؟ لان ممكن طالب في ثالثه اعدادي وطالب في ثالثه اعدادي ده رقم العدد الذري بتاعه مختلف عن ده، ولكن شاريين بدل من مصنع واحد، لبس، طقم لبس بتاع المدارس من طقم من مدرسه، من ايه؟ مصنع واحد اهو. ما هو ده الشكل الظاهري بتاع ايه؟ العنصر، الشكل الظاهري بتاع الانسان. يبقى العالم مزلي يقول لي انا رتبت ازاي؟ شوف القاعدة بتاعته، ترتيب وبعدين عدى من المأزق بتاع مين؟ مندليف. ترتيب العناصر تصاعديا حسب الزيادة في الاعداد الذرية. وبكده عمل شغل حلو بالنسبة لايه؟ للجدول بتاعه.
استنى اخر جزئيه عشان ما اطولش عليكم في اول حلقه، ويا ريت نشوفها اكتر من مره وبورقه وقلم ونذاكرها، وان شاء الله زي ما قلت لكم في تطبيق اسمه تطبيق العبقري، ان شاء الله هتلاقوا فيه اسئله اعملها لكم فيها، تدخلوا ان شاء الله وتفكروا فيها وتحلوها علشان هتبقى قابله للتصحيح ونصححها لكم ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف ايه موضوع مميزات جدول مندليف. بقولها بطريقة سهلة. رقم واحد تنبأ، تنبأ. نمرة اتنين ترك، ترك. رقم تلاتة صحح. ايه فزورة؟ لا، بداية حلوة جميلة للمميزات عشان ما نحفظش. انا كمدرس في مدرسة جيت لمدير المدرسة او مديرة المدرسة وقلت لهم احنا عاوزين نعمل فصل زيادة في المدرسة، المدرسة جديدة وكبيرة وفيها فصول. طيب مطلوب 100 تختة ديسك يعني. لا خليهم 150. ليه هتاخد الخمسين تبيعهم يا مستر؟ لا، توقع او توقع يا حضرة المديرة او يا حضرة المدير او يا حضرة المسؤولين عن الديسكات ان ممكن ناس كتير تيجي في المدرسة لان المدرسة سمعتها حلوة وكويسة. اذا في الحالة ديت انا تنبأت بايه؟ بوجود طلبة وطالبات ازيد من اللي احنا كاتبينهم في الورق. طب وبعدين؟ انا تنبأت بكده، ايه المطلوب؟ لازم اوفر لهم ديسكات، لازم اعمل حسابي في مدرس او مدرسة زيادة في كل مادة، يعني ما سيبش المدرسين على القد. يبقى انا وفرت الديسكات. الكتب برضه اما اجي اطلب كتب، معلش، لان برضه المسؤولين عن الكتب عندهم حق في حاجات كتير، ساعات بالكتاب بالرقم عشان ما ياخدش عربية من مكان ده للمكان ده ويقعد يدفع فلوس على الفاضي، بيجيب العدد بالقد بالظبط. لا، هنزود برضه. طالما توقعنا ان في طلبة جاية، توقعنا ان في ديسكات هنزودها، توقعنا ان يبقى في مدرس او مدرسة زيادة، توقعنا ان الكتب برضه نعمل حسابنا. والله لو فاض مفيش مشكلة، خلاص يبقى في الحالة ديت ايه؟ ظبطنا مدرستنا. الكلام ده اللي عمله مندليف. مندليف تنبأ، ها تنبأ ايه؟ بوجود، تنبأ خلاص بوجود او باكتشاف، تنبأ باكتشاف، ركزوا في الكلام كده، تنبأ باكتشاف عناصر جديدة. ليه كان بينجم؟ لا ده عالم. يعني ايه عالم؟ يعني عارف ان في اكتشافات بس لم يكن في خاطره النظائر دي عدت عليه. تنبأ باكتشاف عناصر جديدة، ترك خانات، خانات فارغة لهذه العناصر. ليه؟ عشان يحط فيها العناصر اللي هتكتشف. صحها، كان خبير في مين؟ في الوزن الذري. ليه؟ لانه اشتغل على مين؟ شوفوا الكلام ماشي مع بعضه ازاي؟ انه اشتغل على الوزن الذري يبقى خبير فيها. صحح الاوزان، الاوزان الذرية لبعض العناصر. كلام خطير جدا يا جماعة. طيب العيوب بقى اللي عمله هنا ترك الخانات، اخلى بالترتيب التصاعدي. نمرة واحد اخلى بالترتيب، ده العيوب بقى اللي اتمسكت عليه بعدين، اخلى بالترتيب التصاعدي للعناصر، اخلى بالترتيب التصاعدي للعناصر في الجدول. نمرة اتنين، ودي اللي عايزة توضح بقى، وضع، وضع اكثر من عنصر في خانة واحدة. هو اللي محطش، معلش، ده الاكتشاف النظائر هي اللي وضعت هذا الموضوع. يعني ايه برضو؟ شوفوا كده، قلنا 22 ده عنصر، 23 ده عنصر، 24 ده عنصر، كل واحد في خانته اهو. لا شوفوا بقى النظائر عملت ايه، التلاتة ده همت اتحطوا في خانة واحدة، يبقى وضع اكثر من عنصر. يعني ده ايه؟ يعني بالتعريف الجديد او الحديث، ها الاثنين بصوا كده، هنا صوديوم وهنا صوديوم وهنا صوديوم. هنا كان عنصر بالنسبه له، اعتبره ده صوديوم، اعتبره ده مغنيسيوم، اعتبره ده الومنيوم.
يبقى الثلاث عناصر اتحطوا في ايه؟ في خانة واحدة. يبقى وضع اكثر من عنصر في خانة ايه؟ واحدة. وده بسبب ايه؟ اكتشاف ايه؟ النظائر. دي كان اخر حاجة النهاردة في الحلقة دي عشان ما اطولش عليكم. ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك لو عجبتكم الحلقة وعاوزين نستمر مع بعض ان شاء الله. خلاص، واتفقنا الاشتراك مش دافع فلوس، لان في بعض الناس حتى هذه اللحظة معلش بيعتبروا المدرس او اللي بيشرح الحلقة ويقول اشتركوا في القناة يعني يدفعوا فلوس. لا، ده حاجات تانية اونلاين وحاجات تانية بقى ايه اللي فيها دفع فلوس. لكن اشترك يعني سيادتك هتضغط على الجرس وهتضغط على الاشتراك الموجود اسفل الحلقة. خلاص، وصندوق الوصف ان شاء الله هنسيب لكم الايه الجزء الخاص بالاسئلة اللي انتوا هتتابعوا معايا ان شاء الله، وتعملوا مشاركات لزمايلكم عشان نستمر مع بعض بإذن الله. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسيب لكم السبورة شوية صغارين كده عشان تشوفوا لو عايزين تنقلوا حاجة عليها.